بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم إخوتي الطلاب أخواتي الطالبات في درسنا لهذا اليوم بعنوان المواد الصلبة، وهذا الدرس من ضمن دروس الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني. محدثكم أخوكم نوح العواد، فأهلا وسهلا بكم. سوف نتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع أن نعدل خواص المواد الصلبة، وكذلك كيف نوضح مفهوم وحدة البناء والمعروفة بالبلورة مع تعداد أصنافها. كذلك يجب أن نكون قادرين على أن نفسر مفهوم المواد الصلبة غير المتبلورة وكيف تتكون. بداية، هل المادة الصلبة لها شكل وحجم محدد؟ هل المادة الصلبة لها شكل وحجم محدد أم يتغير شكلها مثل السوائل أو المواد الغازات بتغير الإناء، أو كذلك يتغير حجمها مثل السوائل أو عفوا مثل الغازات عندما يتغير حجم الإناء؟ من المعروف، أحسنتم، من المعروف أن المواد الصلبة لا يتغير حجمها بتغير حجم الإناء، لأن جسيماتها متماسكة بشكل كبير جدا، فلذلك بحكم تراص هذه المواد فإنها ذات حجم وشكل ثابت فلا تتغير بتغير الوعاء الذي توجد فيه. وحسب نظرية الحركة الجزيئية فإن كل واحد مول من جسيمات المادة الصلبة يحتوي على كمية من الطاقة الحركية نفسها الموجودة في واحد مول، سواء من المواد السائلة أو من المواد الغازية عند نفس درجة الحرارة. ولكن ما الاختلاف في الحركة؟ جسيمات المادة الصلبة تتحرك وتكون حركتها في أماكن ثابتة بحكم تراص جسيمات المادة الصلبة، فتكون متحركة بشكل دائم ولكن حركتها تكون مكانية، أي في نفس المكان، ولا تعتبر المادة الصلبة مائعا، بينما السوائل والغازات تعتبر من الموائع. إيش المقصود بالمائع؟ عرفنا المائع في الدروس السابقة بأنه هو عبارة عن مادة تتميز إما بخاصية الجريان أو بخاصية الانتشار. إذا أي مادة لها خاصية الجريان مثل السوائل أو خاصية الانتشار مثل المواد الغازية تعتبر من الموائع، بينما المواد الصلبة ليس لها خاصية الانتشار أو الجريان فلذلك لا تعتبر من الموائع. أهم خواص المواد الصلبة: أولا، المادة الصلبة لها شكل وحجم محدد وثابت. إذا المادة الصلبة مهما تغير مكان موضعها فتبقى ذات شكل وحجم محدد وثابت، بينما الغازات تنتشر في الهواء الجوي والمواد السائلة تنسكب أو تنساب على السطح، بينما المادة الصلبة حتى وإن رميناها فوق السطح فإنها تأخذ شكلها ولا يتغير هذا الشكل. كذلك من خواص المواد الصلبة أنها لا تعد مائعة كما قلنا منذ قليل، لأنها ليس لها خاصية الانتشار كما في الغازات أو خاصية الانسياب والتدفق كما في السوائل. كثافة المواد الصلبة: عندما نقارن كثافة أي مادة صلبة مع السوائل أو الغازات المشابهة لها فنجد أن كثافة المواد الصلبة تكون أعلى من كثافة السوائل والغازات المماثلة لها في التركيب. فمثلا مكعبات البنزين الصلبة تغرق في البنزين السائل، فلماذا تغرق مكعبات البنزين الصلب في السائل؟ كما قلنا منذ قليل، لأن كثافة المواد الصلبة أعلى من كثافة السوائل فلذلك تغرق مكعبات البنزين داخل البنزين السائل. ولكن لكل قاعدة شواذ، فمثلا مكعبات الثلج
والجبال الجليدية تطفو فوق سطح الماء، فلماذا يحدث ذلك؟ هل ينطبق على الماء أو كثافة الماء الصلب وهو الجليد أو الثلج مقارنة بالماء السائل كما ينطبق على بقية المواد الصلبة؟ من السؤال مكعبات الثلج والجبال الجليدية تطفو فوق سطح الماء، وهذا يعود إلى أن كثافة مكعبات الثلج أو الجليد تكون أقل من كثافة الماء السائل. طيب ما السبب في ذلك؟ وش اللي يميز الماء عن بقية المواد الصلبة؟ ما يتميز فيه الماء هو وجود الروابط الهيدروجينية، فبسبب وجود الروابط الهيدروجينية تكون كثافة الماء الصلب أو الثلج أو ما يعرف بالجليد أقل من كثافة الماء، فلذلك تطفو مكعبات الثلج أو الجليد فوق سطح الماء. طيب سؤال، قارن بين كثافة مكعب من البنزين ومكعب من الماء في سائلهما مع ذكر السبب. نقول حنا مكعب ثلج في الماء يطفو، والسبب يعود في ذلك لأن كثافة مكعب الماء أقل كثافة من الماء بسبب تكوين الروابط الهيدروجينية، بينما مكعب الثلج فإنه ينقمس أو يغرق في البنزين السائل، والسبب في ذلك لأن مكعب البنزين أقل كثافة مكعب البنزين أعلى كثافة من سائله، فلذلك ينقمر داخل السائل. إذن تؤدي الروابط الهيدروجينية في الجليد إلى تكوين تركيب أقل كثافة من الماء، مما يجعل الجليد يطفو فوق سطح الماء لأنه يعتبر أقل كثافة. أما في البنزين فلا يكون مكعبات البنزين روابط هيدروجينية، لذلك تكون كثافة مكعبات البنزين أو البنزين الصلب أكثر من كثافة البنزين السائل. ما هي المواد الصلبة البلورية؟ لو أخذنا قطعة من الذهب مثلا نجد أنه ذو شكل نوعا ما منتظم، ولو دخلنا إلى تركيبه الداخلي نجد أن ذرات الذهب منظمة في شكل هندسي جدا منتظم، وبالتالي المادة الصلبة البلورية هي عبارة عن مادة ذراتها أو أيوناتها أو جزيئاتها تكون مرتبة في شكل هندسي منتظم، فلذلك تسمى أي مادة ذات تركيب هندسي منتظم بالبلورة. طرق ترتيب الجسيمات داخل الشبكة البلورية لتكوين المكعب، فعندنا إما أن يكون المكعب بسيط، يعني تكون ذرات أو أيونات المادة البلورية تكون في زوايا المكعب، أو يكون المكعب مركزي الجسم، أي تكون هناك جسيمات داخل مركز المكعب وبالتالي تزداد عدد الجسيمات في المكعب، أو يكون مركزي الوجه فتكون هناك أيضا جزيئات أو أيونات في كل وجه من هذه الأوجه الست. وحدة البناء، وهي تعتبر أصغر ترتيب للذرات في الشبكة البلورية يحمل التماثل نفسه، بمعنى لما ناخذ وحدة من التركيب البلوري تسمى هذه الوحدة بوحدة البناء، ناخذ وحدة ثانية حيتطابق في طريقة ترتيب الذرات في كلا الوحدتين، وبالتالي أصغر ترتيب هندسي للذرات يسمى بوحدة البناء. وتصنف البلورات بناء على الشكل، حيث يوجد 7 تصنيفات للبلورات بناء على الشكل، وتختلف أشكال البلورات بسبب أوجه وسطوح وحدات البناء التي لا تلقى دائما في زوايا قائمة. فمثلا فلز الهالايت أو خام الهالايت يكون على شكل مكعب، يعني تكون ذرات الهالايت في زوايا المكعب.
أما الفيزوفينايت يكون في شكل رباعي الأوجه، ويغلب على هذا المكعب أنه يكون مستطيل. أما الأرجوانايت فهو يكون متوازي مستطيلات، يعني الأوجه جميعها تكون ذات شكل مستطيل. كما أن أطراف تلك السطوح تكون مختلفة من شكل إلى شكل آخر. كذلك من الممكن أن يكون ذو شكل ثلاثي الميل مثل الميكروكلولاين أو التورمالين ليكون ثلاثي الأوجه، أو كما في الزمرد ليكون شكله معين، أو كروسيت كما يكون أحادي الميل. طبعا هذه الأشكال وأسماؤها عادة لا تأتي في الاختبارات، فهي كمعلومات عامة لابد من التطرق. نأتي الآن إلى تصنيف المواد الصلبة البلورية. سؤال: كيف تم تصنيف المواد الصلبة البلورية؟ هناك أسس لتصنيف المواد الصلبة البلورية، وهي تصنف المواد الصلبة البلورية بناء على نوع الجسيمات المكونة لها، فإذا اختلفت الجسيمات المكونة للبلورة بالتأكيد سوف يختلف شكل وحجم البلورة. كذلك من طرق التصنيف كيفية ارتباط هذه الجسيمات بعضها ببعض، فقد يكون لدينا أكثر من بلورة تكون فيها نوع الجسيمات متشابهة، ولكن بسبب اختلاف كيفية ارتباط هذه الجسيمات مع بعضها البعض فإن شكل البلورة سوف يختلف، فلا نعتمد على نوع الجسيمات ولا على كيفية الارتباط، فنوع الجسيمات وكيفية الارتباط تعطي شكل البلورة النهائي. ومن المواد الصلبة البلورية منها المواد الصلبة الذرية، فعندما تكون الغازات النبيلة في حالة صلبة تسمى هذه الحالة بالحالة الصلبة الذرية، لأنها تتكون من ذرات عنصر واحد. فمثال على المواد الصلبة الذرية هي الغازات النبيلة، وهي عناصر مجموعة 18، حيث تعكس خواصها قوة التشتت الضعيفة بين ذراتها. وقلنا هنا قوة التشتت لماذا؟ لأنها لا توجد فرق في السالبية الكهربائية بين ذرات العنصر الواحد، فتكون طرق الترابط بينها هي عبارة عن قوة التشتت. كذلك من المواد الصلبة البلورية المواد الصلبة الجزيئية، فبالنظر إلى هذا المكعب نرى أن هذا المكعب إما أن يكون مكعب ملح طعام أو مكعب سكر، وبما أن بنقول أن هذه المواد صلبة جزيئية فهي تمثل لنا ترتبط، حيث ترتبط الجسيمات في هذه المواد إما بواسطة قوة التشتت أو القوة الثنائية القطبية أو الروابط الهيدروجينية، ومن أبرز أمثلتها الماء والسكر، حيث أن مكعبات الماء أو مكعبات السكر تعتبر من المواد الصلبة الجزيئية. كذلك مثال: أذكر السبب فيما يلي: السكر مركب صلب عند درجة حرارة الغرفة. لماذا تعتبر مكعبات السكر في حالة صلبة عند درجة حرارة الغرفة؟ يعود السبب في ذلك لأن كتلتها الجزيئية تكون كبيرة، فجزيء السكر يحتوي على 6 ذرات كربون و12 ذرة هيدروجين و6 ذرات أكسجين، فبالتالي كتلتها الجزيئية تكون كبيرة، فالجزيئات الكبيرة تحتوي على الكثير من الروابط الضعيفة، ونظرا لكبر حجم هذه الجسيمات فإنها تكون عند درجة حرارة الغرفة في الحالة الصلبة. أما المواد الصلبة الجزيئية فهي تعتبر رديئة توصيل للتيار الكهربائي والحرارة. فمثلا لو أخذنا محلول سكر، ومحلول السكر يعتبر من المحاليل الجزيئية، فبالتالي يعتبر
رديء التوصيل أو عديم التوصيل للتيار الكهربائي مقارنة بمحلول الملح، ويعود السبب في ذلك لعدم قدرته أو لعدم احتوائه على أيونات، بمعنى عندما يتفكك أو تتفكك جسيمات السكر فإنها لا تعطي أيونات، وبالتالي تصبح غير قادرة على إيصال التيار الكهربائي. أما الملح فهو عندما يتفكك يعطي أيونات فيصبح قادر على إيصال التيار الكهربائي. كذلك من المواد الصلبة التساهمية الشبكية مثل الكوارتز والألماس، يعتبر كل من الكوارتز والألماس مادة صلبة تساهمية شبكية. سؤال: تستطيع ذرات الكربون والسيليكون تكوين مواد صلبة تساهمية شبكية، فما السبب في ذلك؟ ذرات الكربون والسيليكون، لا ننسى أن الكربون والسيليكون هي أحد عناصر مجموعة 14، والسبب في ذلك يعود لقدرتها على تكوين روابط تساهمية متعددة، حيث أن كل ذرة كربون أو كل ذرة سيليكون تستطيع تكوين على الأقل 4 روابط تساهمية، مما يجعلها تستطيع تكوين مواد صلبة تساهمية شبكية أي متعددة الترابط من جميع الاتجاهات. يستطيع الكربون تكوين 3 أنواع من المواد الصلبة التساهمية الشبكية، ويعتمد ذلك على طريقة الترتيب، فيستطيع تكوين ذرات أو جسيمات الألماس، وكذلك جسيمات الجرافيت، وكذلك البكمنستر فولورين. إذن يستطيع الكربون تكوين الألماس والجرافيت والبكمنستر فولورين، ويعود السبب في وجود 3 أنواع من ذرات الكربون المترابطة في 3 أشكال مختلفة إلى طريقة ترتيب ذرات الكربون في كل شكل من هذه الأشكال، وهذه الظاهرة تعرف بظاهرة التآصل، حيث أن ظاهرة التآصل تعرف على أنها هي ظاهرة وجود عنصر مثل الكربون بثلاث أشكال لها الحالة الفيزيائية نفسها، بمعنى عندنا الألماس والجرافيت والبكمنستر فولرين، 3 الجسيمات لهذه المواد كلها في الحالة الصلبة وكلها تحتوي على الكربون، ولكن بسبب اختلاف ترتيب ذرات الكربون في 3 الأشكال فإنها تأخذ 3 حالات مختلفة أو 3 مواد مختلفة. طيب، كذلك من المواد الصلبة البلورية المواد الصلبة الأيونية مثل حبيبات ملح الطعام. يمكن تحديد شكل البلورة وتركيب الشبكة البلورية من خلال نوع الأيونات ونسبة وجودها، إذ تعطي قوى التجاذب بين بلورات هذه المركبات الصلابة ودرجة الانصهار العالية. فمثلا ملح الطعام يحتوي على أيون صوديوم وأيون كلور، فكل جزيء من هذه الجزيئات يحتوي على أيون صوديوم وأيون كلور واحد، وبالتالي تترتب هذه الجزيئات في ترتيب هندسي منتظم ويسمى بالمواد الصلبة البلورية الأيونية. أما المواد الصلبة الفلزية مثل فلز الصوديوم وفلز البوتاسيوم فلز الحديد، كلها تعتبر مواد صلبة أيونية، وتكون مرتبة البلورة فيها بترتيب ذرات الفلز الواحد. أما المواد الصلبة الفلزية تتكون المواد الصلبة الفلزية عادة من أيونات موجبة، أيونات الفلز الواحد محاطة ببحر من الإلكترونات، فعندما تتقارب هذه الذرات مع بعضها البعض يصبح هناك تداخل بين إلكترونات مداراتها الخارجية، فيصبح هذا التداخل على شكل بحر من الإلكترونات، وبالتالي تصبح نواة هذه الذرات تحمل شحنة موجبة، فيحدث قوة شد بين هذه الأنوية
وبحر الإلكترونات المحيطة بها لتتكون لنا مادة صلبة فلزية ذات ترتيب هندسي منتظم. تتفاوت قوة الروابط الفلزية بين الأيونات الموجبة والإلكترونات من فلز إلى آخر، فيعود السبب في ذلك إلى مدى قرب النواة الموجبة من بحر الإلكترونات. بمعنى كلما ازداد حجم ذرة الفلز كلما كان التجاذب أقل، وبالتالي إذا كان التجاذب أقل تكون قوة الترابط أضعف، ولكن إذا كانت الفلزات ذات أحجام صغيرة فإنها تكون أكثر صلابة. سؤال آخر، علل الفلزات موصلة جيدة للكهرباء والحرارة. إذن الإلكترونات المتحركة هي السبب في جعل الفلزات موصلة جيدة للحرارة والكهرباء، وتستخدم الأسلاك الفلزية عادة لتوصيل الكهرباء في المنازل. فمثلا الأسلاك المنزلية تستخدم فلز النحاس، أما الأسلاك الموجودة في الهواء الجوي فهي تستخدم أسلاك الألمنيوم، ويعود السبب في ذلك لأن الألمنيوم يتأكسد ليكون طبقة واقية للألمنيوم، فمع مرور الزمن تكون مقاومة للتآكل. ثانيا المواد الصلبة الغير بلورية. كيف تتكون المواد الصلبة الغير بلورية؟ عادة تعرف المواد الصلبة الغير بلورية بأنها مواد لا يكون لها ترتيب في الجسيمات بنمط مكرر ومنتظم ولا تحتوي على بلورات. نلاحظ أن هذا التركيب يعتبر تركيب هندسي منتظم، أما هذا التركيب يعتبر تركيب هندسي غير منتظم. في الكوارتز يعتبر من المواد الصلبة البلورية، أما الزجاج لعدم انتظام تركيبه فيعتبر من المواد الصلبة الغير بلورية. وتتكون عادة المواد الصلبة الغير بلورية عندما تبرد المواد المنصهرة بسرعة كبيرة، بحيث لا يكون هناك وقت كافي لتكوين البلورة، فلا تسمح أو عملية التبريد السريعة لا تسمح للبلورات بالتكوين في شكل هندسي منتظم. عادة في تصنيع الزجاج يتم تبريد الزجاج بشكل سريع، فلذلك يأخذ شكل أو ترتيب هندسي غير منتظم، فلذلك يكون مادة صلبة ولكنها غير بلورية. من الأمثلة على المواد الصلبة التساهمية، مادة صلبة تساهمية شبكية أو جزيئية شبكية. عادة قلنا السكر يكون مواد صلبة جزيئية، السكر والماء تكون لنا مواد صلبة جزيئية، والصوديوم بما أنه فلز فهو يكون لنا مواد صلبة فلزية، وملح الطعام بما أنه مركب أيوني فهو يكون لنا مواد صلبة أيونية. أما بالنسبة للكوارتز والألماس مثلا فهي تكون لنا مواد صلبة تساهمية شبكية، والسبب يعود في ذلك إلى أنها تحتوي على الكربون أو السيليكون الذي يستطيع تكوين روابط متعددة، وبالتالي يكون لنا مركبات صلبة تساهمية شبكية. سؤال، ضع رقم اسم المادة الصلبة البلورية أمام الصورة المناسبة. فمثلا السكر يعتبر مادة جزيئية، فلذلك يكون لنا مادة صلبة بلورية جزيئية، فلذلك هنا بنقول 2. الألماس بحكم ترتيبه الهندسي المنتظم فلذلك واحتوائه على الكربون فلذلك يكون لنا مادة صلبة تساهمية شبكية. أما النيون فهو ذرة لعنصر، وبالتالي فهو يستطيع تكوين مواد صلبة ذرية، إذن يكون الترتيب بالشكل التالي. ختاما، تعلمنا في هذا اليوم المواد الصلبة، ودرسنا في المواد الصلبة
أن المواد الصلبة تقسم إلى مواد صلبة بلورية ومواد صلبة غير بلورية. والمواد الصلبة البلورية إما تكون ذرية مثل عناصر المجموعة 18 والمعروفة بالغازات النبيلة، أو مواد صلبة بلورية جزيئية مثل جزيئات السكر، أو تساهمية شبكية مثل الكوارتز، أو أيونية أو فلزية مثل فلز الصوديوم. أما المواد الصلبة الغير بلورية فهي مثل المطاط أو الزجاج، نظرا لترتيبها الغير منتظم فتعتبر مواد صلبة غير بلورية. ويعود السبب في عدم انتظامها لأن مصهورها يبرد بشكل سريع جدا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم.